هو ورد في الصحيحين، ورد في الصحيحين أن دعاء يوم الجمعة لا يرد، ساعة يوم الجمعة لا يرد فيها الدعاء. ثم جاء عند مسلم أنها ما بين أن يصعد الإمام إلى أن ينزل، يعني وقت صعود الإمام إلى نزول الخطيب يعني. وجاء عند أحمد وغيره أنها بعد العصر، أنها بعد العصر. والبخاري وغيره رجحوا رواية أحمد أنها بعد العصر، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وأن الرواية التي في مسلم أنها يعني من أن يصعد الإمام إلى أن ينزل، قالوا فيها انقطاع، فيها انقطاع، والله أعلم. والظاهر الله العالم أنها بعد العصر، بعد عصر يوم الجمعة، عاد بعد عصر يوم الجمعة مفتوح إلى غروب الشمس. جزاك الله خير ذكرتني، أنا في السابق قلت أنه في البخاري، لا هو ليس في البخاري الحديث اللي هي بعد العصر، وإنما رجحه البخاري، وهي أنها بعد عصر الجمعة أو آخر ساعة في عصر الجمعة، وهذا عند أحمد وليس عند البخاري.